تشمل تاريخ من جرائم معينه وموثقه في الارشيف الصحف والمجلات والمقالات الدوليه. سياسي مش إعلامي. محتاج نسالنا، المفروض على طول كان ياخد فحوى هذا البلاغ، لان دي كان الجرائم اللي وردت فيها على سبيل الحصر وليست يعني ليس على سبيل الحصر. متأسس قانونيا ولا هو بلاغ إعلامي أو سياسي؟ لا 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 أو لا لا بيحاول أنه يعدل يعني يتوازن مع هو المحاكمة اللي كانت موجودة قبل. لا، هو لحسن الحظ أن احنا طبعا في الثورة لما قامت ضد فساد على مدار 30 سنة، فساد في كل القطاعات، وفي دمار وتجريف للثروة والثقافة والفكر والتعليم والصحة والأخر. كل هذه جرائم الحمد لله لما عثرنا على قانون موجود منذ سنة 56. هو قانون إيه؟ اللي هو القانون خاص كان صدر في عام 56 برقم 247 سنة 56، اللي هو قانون بناء على نص في الدستور. الدستور بيقول، كان الدستور 56 برضه، الدستور 56 بيقول إن يحاكم رئيس الجمهورية عن جريمة الخيانة العظمى، وترك للقانون كيفية تنظيم المحاكمة. فجاء القانون صدر سنة 56 إعمالا لهذا المبدأ الدستوري، ونظم محاكمة الرئيس عن جريمة الخيانة العظمى، وما وضعش تعريف جامد أو حدد إيه معالم جريمة الخيانة العظمى، ودي مقصودة. أنا أعتقد أن المشرع تعمد أن يتركها كده لتشمل بقى كل الأفعال المعاقب عليها في قانون العقوبات. إذا حصلت من أحد الناس فهي تعتبر نفس الوصف المنصوص عليه في قانون العقوبات، اللي سرق يبقى سرق، اللي قتل يبقى قتل. أما إذا ارتكبها رئيس الدولة باعتبار أن ده منصب خطير ولديه من السلطات ووسائل الإدارة كلها وأجهزة الإدارة ما يسمح له بتسخيرها لخدمته الشخصية ومصالحه ومآرب الشخصية، فتبقى بالنسبة له خيانة عظمى. هذا بالإضافة إلى جريمة تانية، وهي عدم الولاء للنظام الجمهوري، وتشمل بقى تعطيل أحكام الدستور كلها أو بعضها أو جزء منها بالمخالفة الإجراءات، فضلا عن العمل على تغيير النظام الجمهوري إلى نظام ملكي. فإحنا وجدنا أن الرئيس خالف أحكام الدستور كلها طبعا عمدا، كل ما يتعلق بالحريات العامة والحقوق العامة طغى عليها، واستخدم قانون الطوارئ والبطش والقهر والتعذيب والخصخصة، وما فيش تكافؤ فرص وما فيش مساواة وتقاضاء طبيعي ما فيش، وحالة محاكم عسكرية، كل هذه الأمور مخالفة لمبادئ الدستورية وتعطيل أحكام الدستور، فينطبق عليه المادة عدم الولاء لنظام الجمهوري. بالإضافة لأنه سعى أن يحصل على أهم خصيصة في النظام الملكي، وهو نقل السلطة إلى طبعًا عندنا محور مهم النهاردة وإحنا بنناقشه، هو محور كيف يمكن محاكمة يعني النظام الذي كان يحمى بالقانون، يعني اللي كانت القوانين كانت هو صيغها لحمايته والنظام القضائي كان بنفس هذا النظام. لكن احنا النهاردة كمان من ضمن يعني الأحداث المهمة التي يعني سعدنا بها، هي أن غدا هي ذكرى خالد سعيد. خالد سعيد هو شهيد التعذيب في نظام مبارك، الأيقونة التي حركت، أحد الأيقونات التي حركت الثورة في مصر. معانا كمان على التليفون والدة الشهيد خالد سعيد. أهلا وسهلا. أهلا بك يا حبيبي. أهلا بحضرتك، وتعيشي وتفتكري حضرتك. كتر خيرك. وتعيشي ومصر كلها بتفتكر. يا رب، كلنا مش هننساه أبدا طبعا. طبعا يعني خالد ولا حد هينساه. حضرتك في بكرة احتفالات في اسكندرية بذكرى خالد سعيد. أيوه. حضرتك يعني هيحصل ايه؟ ان شاء الله الصبح على الساعة 2 هيكون في زيارة لخالد في المقابر. وبعد كده وقفة على البحر بالملابس السوداء. نفس اللي حصل بعد استشهاده، بعد عملية تعذيبه في القسم في اسكندرية. ايوه حبيبي. بعد الوقفة ان شاء الله هتبقى في الشارع ان شاء الله في شاشات، وهيتعرض افلام لخالد، كل اللي اتعذب فيه قبل كده، اللي اتعذب فيه قبل الثورة طبعا. وفي حاجات تانية كمان جديدة عاملينها، في كمان كلمات من شخصيات كبيرة في البلد. هل حضرتك حسيتي حاسه ان النهارده ممكن يعني ان الثوره دي رجعت حق خالد سعيد، ولا حاسه بالخطر؟
لا لسه لسه ما رجعناش حق حد ولا خالد ولا الشهداء ولا حد ولا حق مصر. النهارده صدر قرار باعاده هيكله الطب الشرعي اللي هو كان احد ادوات الفساد احد ادوات أيوه. الفساد اللي شاركت في قتل خالد اللي ظلموه أيوه. حضرتك سمعت الخبر ده؟ لا ما سمعتهوش. النهارده صدر قرار باعاده هيكله الطب الشرعي من وزاره العدل. يعني هتتغير الناس دي خالص؟ نعم، وكأنهم النهاردة يعني وكأنهم هم بيرتبوا بترتب الأقدار إن إحنا يعني نتذكر النهاردة خالد سعيد. يا سلام، طب ألف مبروك. بدل ما يغيروهم ويبقوا أحسن ناس موجودة يجيبوا حق الشهداء ويقولوا الحق في كل شهيد وفي كل واحد اتظلم في مصر وتبقى إن شاء الله ناس أنضف من كده. معايا الأستاذ عبد الله السناوي عايز يكلم حضرتك. عبد الله ايه؟ السناوي. السناوي الكاتب. اهلا مساء الخير. اولا انا عاوز اقول لك ربنا يصبرك ويقويكي، وان ادائك الحقيقه هو اللي بيقوينا وكلامك، وانا سمعت كتير وتشرفت ان اسمعك كتير، في وعي وفي ادراك لمعنى رحيل خالد وقتل خالد. انت مدركه ان ابنك ذهب ضحية لنظام باطش، لكن كان انتقام الله وانتقام الشعب وانتقام الشباب ليه قوي. فهو احنا بنتكلم الحقيقة دايما، انا بحس في هذه الثورة دايما بقول هذه الثورة لم يكن لها قائد، لكن شهداءها هم رمزها في التاريخ. لكن الحقيقة في ايقونتين، يعني خالد سعيد قبل الثورة وقالها بالشباب، حتى الخيال الجديد اللي اتعمل بالملابس السوداء على الشاطئ، واحمد حرارة الحقيقة في فكرة التضحية وانه حاسس انه بيعمل شيء اكبر منه. يعني انا ما عنديش كلام ليكي غير تاني بدعيلك، واظن كل مصيب بيدعولك ان ربنا يقويك ويصبرك وتبي ملهمة لاجيال جديدة ترى فيكي ام شهيد تعرف معنى الشهادة وتعرف معنى تضحية ابنها، وان التمن او الثأر لا يكون لشخص بل ليكون لوطن بأكمله، وتعرف كيف تنتزع حقه وكيف تواصل عليه وليس تبكي عليه فقط. طبعا. حضرتك حسيتي بإيه لما خرجت مساعد العدلي؟ زي أي قضية قبل كده برضه طلعوا براءة كلهم، والضباط كلهم طلعوا براءة، يعني هو لغاية آخر واحد زي أول وقت، مفيش تقدم ولا في نص. هي مسرحية بتتعمل من الأول للآخر أصلا. بس احنا طالعين على المسرح، احنا يعني منتظرين الحكم ده من الاول اصلا، عارفين ان هو هيحصل كده. يعني مش مفاجاه، هو الفرق المفاجاه الجديده ان احنا ان الناس بتطلع دلوقتي على المسرح، يعني بتنزل المسرحيه وبتجبرهم ان هم يبعدوا عن المسرح. ايوه لكن هي من اول يوم لاخر يوم انا عارفه ان دي مسرحيه. ولا في حد عيان ولا نايم على ظهره ليه، ولا جايبينه في فرولي ليه، ولا لابس نظاره ليه، ما يبص في عينينا ويبص لنا كده، ده نعرف ناخد حقنا منه. دي رعايه، لكن هو ربنا ورل ولا يهمل، قادر يبص في عينيك. والله العظيم اللي هيشوفه في الدنيا وهو عايش احسن من هو ياخد اعدام. انا عايز ياخد اعدام هيرتاح في الثانيه، انا مش عايزاه يرتاح. انا حاسس بقوه، ولا هو ولا العدل ولا الضباط، بس هو ربنا يمرل ولا يهمل، هيورينا فيهم ان شاء الله عن قريب على حياتنا عيننا، ويشوف نصرنا، هم هيتفرجوا على النصر اللي احنا هنوصله. انا انتصر نصر احسن من اللي هم فيه 60 مره باذن الله. وشكرا لحضرتك، وتعيشي وتفتكري ومصر كلها تفتكر خالد سعيد الذي كان احد المحركات هذه الثوره، والذي صعدت به صعد الى السماء، لكنه صنع من ايقونه، صنعت منه الجماهير، جماهير الثورة أيقونة. احنا عندنا بعد